كمال حيموت 25 عام من كازا، من الاصول ديالي من تكالا. جيت تحدوا لهاد الفرج. ممثل مغربي. انا حدي الباك ايكونومي، درت شويه ديال التياتر في الكونسيرفاتوار، وكان خدمت شويه ديال التياتر مع مسرح المغرب ومع فونداسيون طيب صديقي الله يرحمه. هو كان من الطفوله، كان من تقريبا من السادس اللي ما كذبتش من المسرح، كنا كنديروا المسرح تما، وكانت الاستاذه ديال العربيه لاحظت الموهبه ديالي شويه ومشات دوات مع الوالد الله يرحمه، وانسيستات على انني ندخل الكونسيرفاتوار، وهادشي اللي كان طرا ديال البدايه. كاينه ظروف، المشاركه ديالي كانت صدفه، فهمتي، كانت صدفه، حتى عيط لي الاستاذ دريس الروخ قال لي شتا كيف كازا موجود؟ قلت لي موجود، قال لي واجي دوز كاستينغ. مشيت دوزت كاستينغ وتقبلت صافي، وكانوا اللي غدا لي عيطوا لي على قبل المشاركه ديالي في هذا المسلسل. هذا المسلسل كان جد رائع، زعما لا فنيا لا تقنيا لا كل شيء، كانت الكتابه ديال السيناريو زوينه بزاف، كان كل واحد مقابل الخدمه ديالو عن كيديرها بالحب وبالاحساس، داكشي علاش كان هذا النجاح هذا ديال هذا البروجي. هي الصعوبات ضروري غتلقى شويه صعوبات، ولكن حيت الشخصيه خاصك تشوفها مزيان، تقلب عليها مزيان. منين شديت السيناريو عرفت البيرسوناج اللي عندي، مشيت كنقلب شي شويه على شي ناس اللي بصح هما كيعانيو من هذا المرض هذا، تلاقيت مع شي وحدين استفدت منهم بزاف، عرفت منهم بزاف ديال المعلومات، وداك الشيء كان بالتطير ديال سيدريس الروخ والعربي اجبار وشحال من واحد اللي كان واقف على هاد البروجي هذا. الناس بزاف بقى فيهم مدريس، وكيدعيو معايا لدرجة أنهم كيدعيو معايا بالشيفا وداك الشيء. وعجبني الحال بزاف، زعما الجمهور تفاعل مع دريس ومع أختو زهور، وشحال من واحد كيتسنى هاد جوج الإخوان زعما يبانوا باش يتفرج باش يبكي شي شوية. واش غادي نقول لك؟ هو دابا كاين مفاجآت، بصح اللي ما غاديش توقعيهم، فهمتي، كاين مفاجآت اللي غادي يصدموا بنادم، ودابا انا ما نقدرش نقول لك شنو غيطرى، قلت لك راه مشى كلشي، ولكن راه كاين مفاجآت كبار بصح الناس غيتفاجئوا، فهمتي. ما كاينش بزاف ديال التشابه، وقيلا داك الشيء شي ظروف عائليه اللي كاينه، بحال دريسيتي مت انا نفس البلان، انا الوالده ديالي الله يرحمها ماتت وانا باقي صغير، الوالد ما كاينش معايا، دونك هذا هو القسم المشترك اللي بيناتنا، فهمتي، شي حاجه اخرى ما كايناش. شويه صعيب، شويه كانت صعيبه مني ما كتكونش حداك الام، انك كتمشي كتخليك على واحد لاج ديال 11 عام، كتكون صعيبه شويه، صعيبه ما كتكونش اللي ما كتلقاش اللي قابلك، كتقابل راسك براسك، صعيبه. انا غنلخصها لك في كلمه صعيبه بزاف، راه بزاف شحال من واحد اللي زعما فقد الام ديالو والاب ديالو كي غيحس بهاد الهضره هادي اللي كنقول. تقريبا ماشي وما كاينش معايا من ديك الوقيته. خوتي عندي جوج خوتي، هما اللي شدوا بيديا، هما اللي وصلوني، هما اللي عاونوني، هما اللي صرفوا عليا، هما اللي رجعوني قد هكا. دابا بالنسبه ملي كيكونوا معاك والديك سيرتو الام، ملي كتكون معاك كيكون بحال واحد الحيط، فهمتيني، اللي مكالي عليك بزاف ديال الدق اللي كيجيك، فهمتي، ملي كتمشي كيولي كيجيك ديريكت. ما كتبقاش، ما كاينش اللي حامي عليك، ما كاينش اللي يهضر عليك، ما كاينش اللي يفكر فيك، واش كليتي، واش شربتي، واش لبستي، واش نعستي، واش تحمحمتي، واش لا، فهمتي. دونك بالنسبه للعائله يكذب عليك كذاب، ملي كيمشيو الوالدين راه ما كاين لا عائله لا والو، فهمتي، كاين راه نفسي هادشي اللي كاين. عرفتي بعض المواقف صعيبه؟ بزاف مواقف صعيبه. شنو الناس كتقول فاخر ما
وبزاف وبزاف واقرب الناس كاع. انا بديت في سعف الجحيم، خدمت حلقه بزاف ديال سعف الجحيم، درت مسلسل جوريه، كانوا اعمال اجنبيه خدمناهم في مراكش وفي ورزازات. خدمت مسلسل شيبو شباب، كيعرفوا الناس بزاف مسلسل شيبو شباب. كانت عندي تجربه ديال مسرح المغرب مع الاستاذ عبد الله ديدان ديال ام بي سي 5، وتجربه مع سعيد خلاف ديال عيون غائمه، مسلسل عيون غائمه. وكاين واحد لو فيلم سميتو احلام صغيره سينما، كان بطوله مشتركه بيني وبين الاستاذ رشيد الوالي اللي ان شاء الله غادي يدوز في السينما في لي صال سينما مورا رمضان. ضروري من الدراسه الاكاديميه، وضروري من تسقل الموهبه ديالك، تخدم عليها، تفرج، تخدم المسرح. المسرح مهم بزاف. انا واحد التجربه ديال المسرح المغرب عاونتني بزاف في المسار ديالي الصراحه، اللي كنا كنخدموا تقريبا كل نهار كنجيو نديروا المسرح، كل نهار كنجيو نديروا المسرح بالتاطير ديال عبد الله ديدان، عاونتني بزاف. وكل كنصح الاخوان اللي باغيين يديروا الدومين زعما يمشيو يقراو، الا كانت عندهم الظروف موالمه، ما كانش الظروف موالمه على الاقل دير المسرح في كونسيرفاتوار مع شي فرقه، مع شي دير المسرح، خاصك دير المسرح ضروري. عندي ممثل واحد اللي بغيت نطلق معاه نخدم معاه شي نهار، هو دانيال دي لويس. هو هذا اللي صار، ما نكذبش عليك، هو القدوه ديالي، هو اللي كنتفرج ليه في الافلام ديالو بزاف، هو اللي كنحاول انني نستافد منه. انا خدمت الكوميديا في مسرح المغرب، كانوا ادوار كوميديا، ما تحتش ليا فرصه انني نخدم في دي سيت كوم في دي بروجي بحال هكا كوميك، ولكن كنخدم الكوميك، نديرو الكوميك. الدراما عزيز عليا مكيداس. زوين داكشي زوين، ميساجات بزاف، الناس عجبهم الحال. اللي عجبني بزاف هو كاين الناس عجبهم دريس، عجبهم البيرسوناج اللي لعبت، تفاعلوا معايا، وكانوا انتقادات ولكن بناءة، فهمتي؟ زوين داك واحد الانتقادات زوينين عجبوني انا، دونك بحال كنعيش هاد الاحساس، عندي اول مره كنعيشه، فهمتي؟ كيطلعوا لك لي فولور بزاف في انستغرام بخير. الحمد لله هادشي من فضل ديال الله سبحانه وتعالى. والله انا عندي العربيه فرنسي وانجلي. بالنسبه للافلام اللي كنت خدمت جاك رايان، هذا كان مسلسل خدمت شي حلقات منه، كانوا تصوروا في الصويره، مسلسل الميريكاني ديال امازون. خدمت دي زوم ديال لوكا بيلفو، كان داز في كان هذا الفيلم، هذا كان تصور هو في المغرب، فيلم فرنسي هذا. وفور مين دوتشر ديال الماني، ان تيلي فيلم المون، كانوا جوج ديال التيلي فيلم المون صورنا مع بعضياتهم جو بونس. الثاني ما عقلتش ليه سميتو، تو برادرز واقيلا شي حاجه هكا. صافي كان كور ميتراج لاتان بابيلون، فيلم كور ميتراج فرونسي. هادشي كان الا ما خفت نكذب، هادشي اللي كاين. ملي كانت عندي 11 عام، ملي كانت عندي ربي 10 سنين في سعف الجحيم، كانت نعاود لك ليستوار ولا انا كنت في ذاك الكونسيرفاتوار اللي قلت لك داتني لي ديك الاستاذ العربيه، كان فيه دريس السبتي وحمد يرزيز. بديت كنقرا المسرح تما، كنا كنديروا انشطه مسرحيه ثقافيه بزاف ديال الحوايج زوينين. واحد النهار جاو يجي علي مجبود، المخرج علي مجبود، وعزيز داداس. ديك الساعه جاو دوزوا لنا كاستينغ، قالوا لي الدراري غدوزوا كاستينغ، دوزنا كاستينغ. حنا كنا بزاف، كنا شي سبعه واقيله دوزنا ديك النهار. المهم كنت تخديت انا، عيطوا لي انا، وكان واحد الدري سميتو مهدي علوان راه كيدير تا هو التكنيك دابا، وواحد الدري اخر سميتو سي محمد ما عقلتش عليه. صافي تهزينا من تما، وباقي عاقل من تما، كنا مشينا
بدينا صافي وبدات من تورناج لتورناج، من بروجي لبروجي، هذاك عرفك على هذا، هذاك عرفك على هذا. كنت خبرت واحد المده صراحه، ولكن انا هادشي عندي في الدم، كنقلب عليه وكنبحث عليه فهمتي. بقيت عاوتاني جاب لاتيسير. لا كنزاول مهنه اخرى باش نعيش يعني اللي هي الترونسبور لوجيستيك مع لا فامي مع الاخوان ديالي. لا كيعيش واحد الناس كي دابا اش غادي نقول لك، داكشي يلا بدايه خاصك تكون توقف على على رجليك، بعدا وتشوف واش الطومين نقدر يعطيك ولا لا. عطايا هذيك ما عطاش، حنا مقصرين هذاك الشيء اللي كنا حتى لقينا راسنا هنا. بالنسبه لي اش غادي نقول لك، ما كرهتش نولي نلعب الادوار ديال الشر فهمتي. نمشي شويه ديال الشر، شويه ديال داكشي يكون داك شويه اللي عندهم امراض نفسيه، اللي عندهم فهمتي. بغي نطرق لهاد الامور هادي ديال كتلقى واحد عنده مرض نفسي، عنده ضغوطات، عنده عقد، عنده بزاف العيبات، وكيحاول يخرج. ممكن كنبغي هادشي معقد، انا هادشي ماشي كنبغي. نولي من احسن الممثلين في المغرب، مكذبش عليك، هذا الحمد لله. ملي كتبقي صغير ان شاء الله شي نهار نوصلوا ليه. انا كنبغي نشكر الجمهور المغربي بزاف 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 بزاف، وكنشكركم على الميساجات ديالكم الزوينين اللي كيوصلوني، وعلى التفاعل الواعر اللي تفاعلتوا مع البيرسوناج ديال دريس، مع كمال حيمود. ونقول لكم شكرا شكرا بزاف، شكرا كبيره. ونتمنى ان شاء الله يكونوا اعمال اخرين اللي يعجبكم ان شاء الله من هنا لقدام. شكرا.